وبالمناسبة سألت تشات جي بي تي موقع الذكاء الاصطناعي الشهير الذي لفت أنظار العالم إليه مؤخرا، هل يعتبر الخوارزمي مساهم في تصميمك بما أنه مؤسس علم الجبر وعلم الخوارزميات؟ قال لي نعم. وهكذا تشكلت الإمبراطورية العربية الإسلامية من الصين إلى إسبانيا خلال عدة عقود فقط. السلام عليكم. تقول بعض المصادر أن الحروب بين العرب التي وقعت أيام الجاهلية قبل الإسلام بلغت 1700 حربا، وتعد حرب البسوس وحرب الفجار وحرب بعاث من أطول الحروب التي خاضها العرب في العصر الجاهلي. ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عام 570 ميلاديا، وبعث نبيا في عام 610 ميلاديا. عانى الكثير من الأذى والصعوبات على مدار 13 عاما في مكة، فانتقل للمدينة في عام 623 ميلاديا، وعلى مدار 10 سنوات فقط أي في عام 633 ميلاديا كان تحت ملكه وحكمه جزيرة العرب بأكملها، والتي تشمل من الدول الحالية كل من السعودية واليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت. استلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم سنتين فقط أي حتى عام 635 ميلاديا. استطاع خلالها السيطرة على أجزاء من الأردن وفلسطين والعراق وسوريا. واستلم بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكم 9 سنوات أي حتى عام 644 ميلاديا الموافق 23 هجريا. سيطر فيها بشكل كامل على فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، وأجبر هرقل حاكم الإمبراطورية البيزنطية على التراجع إلى أنطاكيا جنوب تركيا. وفي عام 642 ميلاديا استطاع السيطرة على مصر بإخضاع الإسكندرية لحكمه. أما من جهة الشرق فلم يمضي عام 643 ميلاديا حتى تم القضاء تماما على الإمبراطورية الفارسية، وتمت السيطرة على العراق وإيران وأجزاء من أفغانستان، فوصلوا إلى حدود باكستان شرقا وإلى حدود أذربيجان شمالا. وبعده استلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وحكم حوالي 12 عاما أي حتى عام 656 ميلاديا. وفي عهده تم إنشاء أسطول بحري، وتم فتح قبرص في عام 648 ميلاديا. ثم تمت هزيمة أسطول قسطنطين ابن هرقل، ومن ثم السيطرة على البحر الأبيض المتوسط بحر الروم. وفي عام 652 ميلاديا تمت السيطرة على السودان وبلاد النوبة. ثم بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه تولى الحكم معاوية ابن أبي سفيان، واستمر حكمه حتى عام 680 ميلاديا أي ما يقرب من 20 عاما. تمت فيها السيطرة على تركيا وبدء محاولات السيطرة على القسطنطينية اسطنبول الحالية. ومن ضمن المحاولات المحاولة التي وقعت في عام 673 ميلاديا التي استمر فيها الحصار 5 سنوات، ولكن لم يتمكنوا من الأمر. بعد فترة حكم كل من معاوية ثم ابنه يزيد وقعت بعض الخلافات، وتم إثارة الفتن والثورات الداخلية. أما في عام 711 ميلاديا وبعد السيطرة على ليبيا وتونس والجزائر والمغرب كانت بدايات الزحف إلى إسبانيا، فتمت السيطرة الكاملة على إسبانيا والبرتغال، ثم الزحف إلى فرنسا. وفي البداية تم السيطرة على تولوز ثم مونبلييه وبعدها ليون، حتى وصلوا إلى قلب فرنسا وبالتحديد إلى مدينة سانس القريبة من مدينة باريس. أما من جهة الشرق فبعد السيطرة على تركمانستان تم الوصول إلى أوزبكستان، وتحديدا مدينة بخارى التي تم السيطرة عليها في عام 709 ميلاديا، وتلتها مدينة سمرقند في عام 712 ميلاديا. وبعد ذلك تم السيطرة على طاجكستان وقرغيزستان. وفي عام 715 ميلاديا تمت السيطرة على مدينة كاشغر من أرض الصين. أما من ناحية الهند فبعد السيطرة على بقية أجزاء أفغانستان والسيطرة كذلك على كامل باكستان تم دخول الهند في عام 712 ميلاديا. وهكذا تشكلت الإمبراطورية العربية الإسلامية من الصين إلى إسبانيا خلال عدة عقود فقط. ولولا الخلافات الداخلية الكثيرة التي حصلت لكان من المتوقع أن تكون مدة الوصول إلى الصين شرقا وإلى إسبانيا وفرنسا غربا أقل بكثير. وبهذا من الممكن الاستنتاج أن وعد الله في القرآن قد تحقق بالفعل. نقلنا لكم القصة سريعا فقط على النطاق السياسي ونطاق التوسع العسكري للدولة، لكن الأمر قطعا لم يكن قتال فقط، بل عند النظر للجانب العلمي والثقافي لهذه الإمبراطورية الإسلامية العربية العظيمة والذي سمي عصرها بالعصر الذهبي للإسلام، سندرك حينها أن الجانب العسكري كان جانبا واحدة من عدة جوانب أخرى مبهرة اتسمت بها هذه الدولة.
دعونا نسلط الضوء تحديدا على جانب العلوم التجريبية. مبدئيا تقول الألمانية هونكا صاحبة كتاب شمس العرب تسطو على الغرب أن العرب أول من استخدم طريقة الملاحظة الدقيقة المنظمة، وتقول إن هذا الشعب الصحراوي حمل لواء النهضة العلمية الفكرية في العالم وبسرعة البرق. وتضيف لقد عرفت أوروبا تراث العالم القديم عن طريق العرب فقط، والدين الذي في عنق أوروبا وسائر القارات للعرب كبير جدا. ويقول المؤرخ الفرنسي جوستاف ليبون إن أول من قام بالرصد والتجربة في الغرب هو بيكن، ولكنه يجب أن يعترف اليوم بأن هذا كله من عمل العرب وحدهم. طيب سريعا نريد أمثلة لبعض الشخصيات التي حملت لواء النهضة العلمية الفكرية في تلك العصور الذهبية للإسلام كما أطلق عليها. في مجال الطب مثلا لدينا ابن سينا، يذكر أن الغربيين لقبوه بأمير الأطباء وبأبي الطب الحديث في العصور الوسطى. ولدينا الرازي الذي وصفته ذكرة هونكا في كتابها أنه أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق على حد وصفها. ويقول المستشرق الفرنسي سيديو إن الرازي وابن سينا سيطرا بكتبهما الطبية على مدارس الغرب زمنا طويلا. ولدينا كذلك الزهراوي الذي يعد من أعظم الجراحين والذي يوصف بأنه أبو الجراحة. أما في علم الفلك يقول جوستاف ليبون إن آلات الرصد الذي اعتمد عليها البوزجاني كانت على جانب عظيم من الدقة، وكان يرصد أشياء لا تسهل على الفلكيين في يومنا هذا. وفي مجال الجغرافيا يعد الإدريسي من أهم رواد الجغرافيا والملاحة في التاريخ، كما اشتهر الإدريسي بتصميمه لخرائط متميزة ودقيقة، وكان يستخدم الصورة الكروية للأرض. ولن نتعرف على الخريطة إلا إذا تم قلبها، لأن في خريطة الإدريسي كان الجنوب في الشمال في الأعلى، والشمال العالم الغربي والأوروبي في الجنوب في الأسفل. ولدينا الحسن بن الهيثم العالم الموسوعي، يعتبر المؤسس الأول لعلم البصريات، ويذكر أنه صحح بعض نظريات بطليموس وإقليدس وأرسطو، وأنه من رواد المنهج العلمي، والذي وضع التعريف للمنهج العلمي الذي يسير عليه العلم اليوم طبقا لما ذكره البروفيسور جيم الخليلي. وقد كرمت اليونسكو الحسن بن هيثم بإعلان عام 2015 عاما دوليا له تكريما لإسهاماته العلمية والفكرية. أما الخوارزمي العالم المفضل لدي، يعد مؤسس علم الجبر وعلم الخوارزميات الذي سمي باسمه، ونرى بوضوح مقدار التغير الذي طرأ على حياتنا عندما دخل هذا العلم وشكل لنا الهواتف الذكية والحواسيب والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ودخل في مجالات كثيرة أخرى في عصرنا الحديث. وبالمناسبة سألت تشات جي بي تي موقع الذكاء الاصطناعي الشهير الذي لفت أنظار العالم إليه مؤخرا، هل يعتبر الخوارزمي مساهم في تصميمك بما أنه مؤسس علم الجبر وعلم الخوارزميات؟ قال لي نعم. يمكن القول بأن علم الخوارزميات وعلم الجبر اللذين وضعهما العالم الشهير الخوارزمي يعتبران من أهم الأسس الرياضية التي تم استخدامها في تصميمي. كان كذلك لإسهامات الخوارزمي العلمية تأثير كبير في اللغات. في الإنجليزية مثلا تجد كلمة algorithm، عجيب أن تبدأ بال، أليس كذلك؟ ونفس الكلمة تقريبا في كل لغات الأرض، وفي العربية تقول الخوارزمية. وكذلك في اللغة الإسبانية كلمة جواريزمو، وفي البرتغالية كلمة الجاريزمو، اللتان بمعنى رقم. كل هذه الكلمات نسبة إلى الخوارزمي. أما البتاني الذي نبغ في الفلك فقد أطلق عليه بطليموس العرب، ويذكر أن الفلكي والعالم الفرنسي لالوند يعتبره من 20 فلكيا المشهورين في العالم كله. ولدينا البيروني الفيلسوف والفلكي وعالم الرياضيات والصيدلي والجغرافي والجيولوجي والمؤرخ والمترجم، كان من بين أعظم العقول. وقال عنه الكيميائي والمؤرخ الأمريكي جورج سارتن في كتابه أنه من أبرز الشخصيات العلمية على مر التاريخ. وبالتأكيد لا ننسى الكيميائي جابر بن حيان الذي يعد رائدا في علم الكيمياء، ويعتبره مؤرخ العلم اليوم أنه أول عالم حقيقي للكيمياء. ويذكر أن العالم الكيميائي الفرنسي بيغتلو قال إن لجابر بن حيان في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق. وفي مجال الهندسة لدينا الجزري بكل تأكيد، يذكر أنه من أعظم المهندسين والمخترعين في التاريخ. ولدينا ابن البيطار المولود بملقة بإسبانيا الذي يعد رائدا في علم الصيدلة. وثابت بن قرة وضع الأسس لعلم حساب التفاضل والتكامل. وابن خلدون الشهير مؤسس علم الاجتماع.
ولدينا رائدة علم الفلك مريم الأسطرلابية، مخترعة الأسطرلاب المعقد، وابن النفيس والفارابي وابن رشد وابن الطفيل وابن زهر الإجبيلي والكندي وابن باجة وابن فرناس وعمر الخيام، والقائمة تطول. وأنصحكم بمشاهدة فيديو بعنوان عندما كان العالم يتحدث بالعربية لبروفيسور الفيزياء النظرية ببريطانيا جيم الخليلي. الفيديو بالإنجليزية ومترجم للعربية، الرابط تجدونه في الوصف. أشكركم على وقتكم. نعم، يوجد طريقة لدعمنا بالاشتراك في القناة، تحريك إصبع فقط. أراكم على خير في جولة مختلفة، في أمان الله.